ما هي شروط الاعتكاف؟ وما هي الأشياء التي تفسده؟ وهل يصح في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاعتكاف سنة مشروعة أشار الله إليه في القرآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فاعتكف، واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير، واستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه، وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غيره، في غير العشر الأواخر من رمضان، فإنه من باب الشيء المباح. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكر كان أو أنثى. وهل يشترط له الصوم أو يصح بدون صوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم، ومنهم من قال إنه ليس بشرط. وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يشترط له الصوم، ولكن لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته، أو أن يعتكف في رباط لطلبة العلم أو للقراء أو نحو ذلك، بل لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. والأفضل أن يكون في مسجد جامع، نعم، لئلا يتخلى له الخروج إلى صلاة الجمعة. ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرة، مباشرة المرأة بالجماع والتقبيل لشهوة وما أشبه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع في قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويفسده كذلك إذا خرج من المسجد بدون عذر، ويفسده إذا خرج إلى المسجد ببيع أو شراء أو نحو ذلك. وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف من المسجد إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز بشرط وبدون شرط، وهو أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد له منه، كخروجه إلى قضاء حاجته البول أو الغائط إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به ذلك. فإن كان في المسجد حمامات يتمكن من قضائه، من قضاء حاجته فيها، فإنه لا يخرج. وكذلك إذا خرج لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره، من يحضرهما له، فإن هذا أمر لا بد منه. لا. والقسم الثاني: ما يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط، مثل أن يخرج لعيادة مريض قريب له أو صديق له، فيشترط في ابتداء اعتكافه أني أخرج لعيادة مريضي أو لتشييع جنازته إن مات أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط. وقسم ثالث: لا يجوز مطلقا،
وهو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك، فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه، ولو خرج بناء على شرطه فسد اعتكافه، فلا ينبني آخره على أوله. نعم.